عندما احتل تنظيم داعش الإرهابي مناطق شاسعة في العراق وسوريا لم تستثني آلة القتل والدمار التي أطلقها الآثار التي وقف شاهدة على حضارات المنطقة. نهب منها الكثير ودمر الأكثر. وفي إطار المساعدة على إعادة بناء تلك المناطق أطلقت شركة فرنسية مشروعا يقضي باستخدام طائرات بدون طيار وتقنية ثلاثية الأبعاد لإعادة البناء رقميا للمواقع التراثية التي دمرها التنظيم. نذهب إلى المواقع على سبيل المثال في الموصل أو حلب، نصورها بطائرات درون ونلتقط مئات ألاف الصور ونعيد بناء نموذج ثلاثي الأبعاد ونسخا من الواقع لكنها افتراضية. جامع النور الشهير بمنارته الحدباء في الموصل الذي دمره تنظيم داعش بالكامل أعادت التقنية الحديثة بناءه افتراضيا ليصبح بهذا الشكل. وكذلك مدينة تدمر السورية التي تعرضت هي الأخرى لدمار كبير على يد التنظيم الإرهابي. I was truly moved. لقد تأثرت كثيرا بعد رؤية هذا التدمير الهائل. من المهم التركيز على إعادة إعمار هذه المناطق لكي يتمكنوا الأشخاص الذين لم يزوروا تلك المناطق من مشاهدتها مرة أخرى. وبحسب اليونسكو فإن تنظيم داعش الإرهابي عمد إلى تدمير مساحات واسعة من المدن التاريخية، لكنه استولى على الممتلكات والآثار في تلك المدن بهدف التربح المادي عن طريق التجارة المباشرة أو غير المباشرة، والتي تعتبر ثاني أكبر مصدر للتمويل بعد تهريب النفط.